شاريه اللي تبارك الله ملي طحنتها شوكي جات غزاله عقده جات بحال ما طيش هذا الحوك تبارك الله. نتمنىكم الاخوان ديالي العزاز الغاليين عليا تعجبكم الطريقه ديالي وديروا لي ابوني وشكرهم بزاف وديروها في السوبيرات ولا ديروها في الميكات تاع السوبيرات كتحتفظ على مطيشه بزاف وديروها في الثلاجه ديالكم في المجمد ديالكم وهادشي اللي كاين الغزلان ديالي دعموني معكم وديروا لي ابوني وشكرهم بزاف. السلام عليكم لاباس بخير مرحبا بكم معايا في قناه شيوات فاطمه المغربيه. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد. عندي هنا مطيشه تبارك الله جبتها واخا تكون طايبه واخا ما طايباش المهم سلقوها نص طايبه وطحنوها وديروها في الثلاجه. انا هاد المطيشه جبتها غير صغيره راه ما طايباش بزاف عندي بين طيب بقاصحه تبارك الله شويه غزاله ها نتوما المشاهدين ديالي. عادي نقطعها ونديرها في الكوكوت وما نديرلهاش الماء نطيبها بلا ما باش كتجيني خضره. عادي نطيبها ونطحنها ونصفيها ونديرها ان شاء الله في الميكات باش في الفريكو على حساب رمضان. شاهدوا معايا المشاهدين المطيشه غزاله تبارك الله كنضربها غير على جوج ولا اربعه بالموس وكنشعلوها في الكوكوت ها نتوما المشاهدين. والله غير صغيره مغسوله منقيه عندي من هذاك النواره ديالها كتكون هنا ها نتوما مطيشه غزاله ماشي طايبه تقول زعما خامجه ولا غزاله مطيشه تبارك الله جبتها على حساب الطحين ديال نطحنها ان شاء الله ونديرها في الفريكو. تلقاوها في السوق مطيشه طايبه شويه ماشي مشكل عادي تجيبوها وتغسلوها مزيان وخليوها تقطر في الشبكه قطعوها رقيقه وتلوحوها في الكوكوت وما ديروا لا شي الماء ديروا لها نص كاس ديال الماء على ما باش تجي خاتره ونقصوا لها البوطه على المهل وخليوها طيب ملي طيب ان شاء الله صفيوها وديروها في الصاشيه ديالكم ديال الميكا ديال البلاستيك وخشيوها الفريغو. ملي كتجيو تبارك الله ديروا الحريره كتلقاوها موجوده ومصفيه تبارك الله غزاله كتجي كتصفى تم ديك القشره ديالها. كاين اللي كيطحن هكا وديرها في الحريره لا خاصها طيب وتصفى من القشره تاع القشره ديالها كتجي خايبه مجلفه في الحريره. انا دائما كنطيبها ونصفيها بحال هكا خواتاتي العزاز الغاليين عليا بحال هكا كتوفروا عليكم شويه ديال التماره ما كتبقاش الانسان في رمضان بغيت التمر بزاف. اللي عندها مطيشه موجوده في الدار تسلقها نص طايبه ديرها في الفريغو تخليها تبارك الله على حساب رمضان. كاينه المراه مسكينه اللي كتكون خدامه ما نسالياش كتجي العشيه كتبدا مسكينه من الزيرو حتى الاخر اللهم تسهل عليها الامور. بحال هكا المشاهدين ديالي الغاليين كنسلقها تبارك الله نص طايبه وكنطحنها ونصفيها ونخشيها في الفريغو. ملي كنجي العشيه ندير الحريره كنلقى غير الحمص ومع القزبور والكرافس كنقيوها ونطحنوها ونديروها في كوب كنلقاو مطيشه موجوده تبارك الله. انتم المشاهدين ديالي الغاليين انا جبت هذه الكميه تبارك الله هذه راه هنا 5 كيلو عندي ديال المطيشه. المطيشه كامله بتقطع ونسلم اخوتي ان شاء الله الفيديو حتى الاخر ماشي اللي كاين المشاهدين ديالي الدار بلا مطيشه ما تكونش. انا تبارك الله مشيت للسوق جبت هذه الكميه تبارك الله الخير والبركه الله يدخلنا رمضان بالصحه والرزق والهنا وطول العمر ان شاء الله علينا وعليكم لجميع المسلمين خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن الله يسهل علينا وعليكم. ماشي اخواتي العزاز ساليت القطاع انا غادي نشعل البوطه نحطها طيب تبارك الله اي حاجه بسيطه كنشاركها مع اخوتي ما كنخبي لكم والو. وهاد المطيشه ندير نص كاس ديال الماء مع مطيشه كتكون فيها الماء ندير نص كاس كاس صغير ونسد عليها نخليها طيب على خاطرها ونقص ليها البوطه ملي غادي طيب ونطحنها ونبغي نصفيها نشاركها مع اخوتي. بعد ما بردت لي مطيشه انا كنطحنها مطيشه بعد ما بردت انا كنطحن فيها تبارك الله شاهدوا معايا المشاهدين كلها دوزو طحنوها بهذه الطريقه هذه انتم يا المشاهدين ديالي وين حتى تبرد مازال غادي نصفيها كنصفيها من القشور باش ما تخسر ليا شي مطيشه في القشره اللي كتبقى فيها ان شاء الله نرجع معكم. دابا هذه المويه هذه اللي صافيت منها انا كنطحن بها هذه راه الماء ديال المطيشه كندير شويه بشويه طحنت المطيشه ديالي المشاهدين انا دابا غادي نصفيها ملي غادي نصفيها كامله بحال هذه الطريقه نشاركها معكم ان شاء الله ملي نبغي نديرها في بلاستيك. انتم يا المشاهدين شي هاد الزريعه هذه وهاد الجلوف راه ضروري خصكم تصفيوها الحريره كتجي خايبه بهاد الزريعه وهاد الجلفه اللي كتبقى في المطيشه انت كاين اللي كيحكها ما كيطيبهاش وما كيطحنهاش وما كيصفيهاش انا كنطحنها وكنصفيها فهاد الشبيكه هذه دائما كنصفي المطيشه فهاد الشبيكه هاد الجلوف تبارك الله كيبقاو هاد الزريعه هي كتبقى صافي هادشي كيتلح
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وديروا الابوني الغزلان ديالي ما تنسونيش ودعموني وشكرا بزاف. الشريه اللي تبارك الله ملي طحنتها شوكي جات جات غزاله عقده جات بحال ما طيش هذا الحوك تبارك الله. نتمنىكم الاخوان ديالي العزاز الغاليين عليا تعجبكم الطريقه ديالي وديروا لي ابوني وشكرا بزاف. وديروها في السوبيرات ولا ديروها في الميكات تاع السوبيرات كتحتفظ على مطيشه بزاف. وديروها في الثلاجه ديالكم في المجمد ديالكم وهادشي اللي كاين الغزلان ديالي. دعموني معاكم وديروا لي ابوني وشكرا بزاف.